ايه عفورة؟ كيفك؟ طمنيني عنك، شو اخباركم؟ كثير منيحة يا ستي. اليوم اتصلت الست سناء اليافعي، قال كثير عجبها السيناريو تبع زيت وبدها تشتري. عم تحكي عن جد؟ ان شاء الله الف مبروك. ايه الله يبارك فيك يا رب. بتعرفي زيت طار عقله من الفرحة، ما حمله عقله. وانا كمان دخلك. شو بتعرفي عن سناء اليافعي؟ وليش عم تسألي؟ لا ما في شي حبيبتي، بس يعني الصراحة ما عجبتني لهجتها على التليفون، يعني هيك عم تتأمر وتتشرط، خليه يجي وما يتأخر عن موعده، أنا دقيقة كتير موعدي لك وسكرت التليفون بوشي. ايه سناء شخصية كتير قوية. نيالة يا ستي وغيره وممثلة، هي كل العالم بتعرفها. غير هيك هلا هي تجوزت شي 3-4 مرات ورجعت اتطلقت. هلأ في إشاعة كتير كبيرة إنه رح ترجع تتطلق. بعدين هي من الناس اللي ما بتحب حدا إلا لا. أيوة يعني شو؟ ما فهمت. يعني هي ما بتوفر ولا رجال، وكل واحد بتشوفه لازم يغازله ويقعد يتطلع فيها، وإذا ما حدا عبره بتطق من قهره. بس أنا ما بعتقد إنه في حدا ما عبره. لكن أنت شو عرفك إنه بتطق من قهره إذا ما صار معي هيك شيء؟ وسيم حكالي لما كنا متجوزين، وطبعاً هو غازلة لأنه الواطي ما بيوفر وحدة إلا بغازلة. ايه فهمت عليك. هي قالت لي إنه بتعرفه لزيد. التقوا بالحفلة اللي عملناها لوسيم وقت أخذ الجائزة، وقت وسيم عرفوا عليها. بس هو ما قال لي هيك شي على فكرة أبداً. بالله ما قال لك؟ لا تزعلي حبيبتي، أساساً كل الرجال مثل بعضهم. المهم امتى هي بدها تشوفه؟ اليوم هلا يعني شي الساعة 4 بمطعم الورود. بالمطعم؟ ليش بالمطعم؟ مو هو موعد شغل، مو لازم يقابله بالمكتب؟ ايه نسيت انه نحن عايشين بالسويد. عن جد هاي المرة ما بتستحي على حالها. لا عبير يعني ما بدك كل هالقد، لو كانت رجال ما كنتي علقتي هيك. اكيد حبيبتي كنت ما رح علق، بس لانه هي ست وعندها مكتب يمكن في شي 20 سكرتير ومساعد، ببساطة فيها تقول له تعال عندي على المكتب. بس شكلها. بس شو عبير؟ ولا شي. ليكي حبيبتي أنا هلا عندي موعد وأنا طالع، بخلصه بيجي لعندك. ليكي إذا إجا زيد لا تحكي له شي ولا تقولي له عن مخاوفك. بس أنا ماني خايفة حبيبتي، يعني على الأقل لسه ما لحقت خاف. هلا أنتي خايفة يصير فيكي مثلي. لا ما هيك قصدت. لك ليش اتصلتي فيني؟ ما انا اتصلت، انتي اتصلتي عبير، شو بك؟ ايه لو نطرت انا 5 دقايق انتي اتصلتي. يلا روحي انا رايحه، باي. ناقصتك انتي كمان. تعدي للزواج. ايوه